أقرت طالبان بإجراء لقاء بين وفد من الحركة والمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زادة في الدوحة. وذكر المتحدث باسم الحركة في بيان له أن المفاوضات المباشرة تطرقت لسبل إنهاء الحرب في أفغانستان. ويسعى المبعوث الأمريكي خليل زادة إلى إقناع طالبان بالانخراط في محادثات الدخول في العملية السياسية. منذ أن وصل هذا الرجل إلى منصب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، أدرك كثرا أن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنهاء الصراع في أفغانستان جدية. ربما مرد هذه التحليلات تكمن في شخصية زلماي خليل زاد، الدبلوماسي المعروف والمفاوض البارع المنتمي إلى معسكر المحافظين الجدد، والأفغاني الأصل الذي ولد في مزار شريف قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح سفيرا في كابول وبغداد والأمم المتحدة. بعد أقل من شهرين على تعيينه، بدأ أن الرجل أعد العدة للتقدم في ملف المفاوضات مع حركة طالبان، تقدم بدأ واضحا في اللقاء الذي عقد في الدوحة بينه وبين وفد من الحركة التي أكدت حصول اللقاء في بيان. لقاء ناقش سبل التوصل إلى نهاية سلمية، لكن لا يزال دونه عقبات عدة، منها الحضور الأمريكي في البلاد على الرغم من الاتفاق على مواصلة اللقاءات. ما كشفته طالبان كانت صحيفة وول ستريت جورنال سبقتها في الإعلان عنه، لكنه لم يكن اللقاء الأول، إذ سبقه لقاء آخر قبل أشهر ليكون اللقاء الثاني في غضون 4 أشهر فقط. لقاءان إذن، ويبدو أن الحبل على الجرار لإنهاء صراع يعتبر الأطول في التاريخ الحديث، وسط تفاؤل بعض الأوساط الأمريكية التي ترى في وقف النزاع مصلحة مشتركة للجميع. وبانتظار المقبل من الأيام، يبدو أن التعويل على هذه اللقاءات لا يزال مبكرا، خصوصا أن البلاد تستعد لإجراء انتخابات تشريعية بعد أقل من أسبوع. انتخابات لن تجري بسلاسة، بل على وقع التفجيرات التي عادت إلى المشهد الأفغاني بدعوة من طالبان، تفجيرات تؤكد أن المسار لا يزال طويلا وإن كان حتى الساعة جديا. من كابول ينضم إلينا محب الله شريف الصحفي الأفغاني. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محب. هل تبدو طالبان بالفعل مستعجلة للحل أو للذهاب إلى طاولة الحوار، وهي التي تتوسع يوما بعد آخر سيطرتها على المزيد من المناطق، بل وتكتسب أيضا الشعبية على حساب اليوم المسؤولين الأفغان الحاكمين؟ حسب اعتقادي يعني أن حركة طالبان هي بالفعل وصلت إلى تلك الأرضية الواقعية التي تعبر لها عن رسالة حقيقية والوضع الحقيقي على الأراضي الأفغانية، بأنها لو تدخل إلى المصالحة الشاملة مع الحكومة الأفغانية، وبداية كما كانت تعلنها بالولايات المتحدة الأمريكية ونهاية بالحكومة المركزية في العاصمة الأفغانية كابول، هذه سوف تكون يعني نتيجة مطلوبة لديها. وبالعكس، أن حركة طالبان الآن تدرك لو أنها توغلت في القضية أكثر من الحاجة، ربما هي سوف تخسر تلك النقاط التي تعتبر الآن مربحة لحركة طالبان، وهي بالفعل دخلت لأول مرة في لقاء مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي القطرية، وبعد ذلك دخلت وتوغلت في مباحثات جدية وحساسة مع زلماي خليل زاد الدبلوماسي البارع الأفغاني الأصل الأمريكي. وهذا الأمر تقريبا يعطي ضوءا أخضرا لجميع الشعب الأفغاني وبالأخص لحركة طالبان أن لها فرصة مربحة وتستطيع أن تكسب على الميدان السياسي وكذلك هنا داخليا في أفغانستان وخارجيا في العالم وأواسط القوى التي تدعم وتساند الحكومة الفعلية لأفغانستان. رغم غياب التفاصيل عن اللقاء الذي جمع وفد الطالبان بالسيد خليل زاده، غير ان مصادر تحدثت عن عرض طالباني يقول بانه الطلب من الولايات المتحده اطلاق يد الحركه في افغانستان لاقامه دوله اسلاميه بالطريقه التي تراها طالبان طبعا، فالى اي مدى من الممكن ان يجد هذا الطلب ارضيه شعبيه لاحتضانه سيد محب؟
أنا أعتقد بأن الأمر تقريبا يصل إلى نقطة الاشتراك بين الطرفين. حركة طالبان تحاول لكي تأتي بشعار الحكومة الإسلامية وليست إمارة أفغانستان الإسلامية، وإنما الأمر بالفعل وعلى أرض الواقع أن جمهورية أفغانستان الإسلامية حاليا، وهذه التسوية أو لا. هذه الصفقة ربما لا تكون صعبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تتوغل فيها مع حركة طالبان وتقنعها بهذه بهذا الكيان الإسلامي الموجود تحت أي مسمى كان، وتغير ذلك في ألفاظ ربما تتقدم وتتأخر. إذن لا تستبعد هذه الاحتمالية. نعم أستاذ محب الله شريف الصحفي الأفغاني، كنت معنا من كابل. مشاهدينا لكم كل الشكر على المتابعة.